هو طبعا في تباين في المستوى لمعظم اللعيبه اللي موجودين في الحته دي. يمكن لحد الموسم اللي فات كان محمد حمدي اللاعب المصري، السنه دي مع بيراميدز يمكن اتفرجت على كل ماتشاته يمكن اقل بكثير من لما كان موجود في النادي المصري، وواضح ان هو لا مش هو محمد حمدي بتاع المصري. محمود وحيد لعيب من اللعيبه كويسه جدا من زمان، حتى من 3-4 سنين، خلي بالك ده ناشئ من ناشئين النادي الاسماعيلي، لعيب مهم جدا ماشي مع المقاصه بشكل كويس. انما كلهم هتيجي برضو تقول ايه مين فيهم اللعيب الدولي، يعني هي دي النقطه، النقطة المهمة بالنسبة لك مين بيروح منتخب مصر. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقول باك ليفت وايمن اشرف اللي بيروح ويلعب في منتخب مصر، انما انت هتيجي مثلا في خلال السنتين اللي فاتت هتلاقي عبد الشافي، يعني مفيش حد من كل الاسماء اللي احنا قلناها دي كان موجود وكان بيشارك بشكل مستمر. اللعيب اللي بيجي من بره الاهلي لو لعب على، لو عايز تشتري باك ليفت وبيلعب اساسي في منتخب مصر وبيلعب على ايمن اشرف لازم تجيبه النهارده، انما انت اصلا باك ليفت الاساسي بتاع منتخب مصر هو اللعيب بتاع النادي الاهلي، حتى لو جبت حد هو مش هيشارك على حسابه لان اصلا عندك لعيب دولي وموجود.